خالد الغندور عمل فيديو دلوقتي يعني فيديو كارثي، يعني فيديو كارثي بيقطع الفرقة بس عشان خاطر الناس تعرف مين اللي بيدمر نادي الزمالك. اسمع معايا. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم على كل الناس اللي تشوفني على الفيسبوك. حبيت اطلع معاكم لايف سريعا كده عشان عايز اتكلم مع جمهور نادي الزمالك العظيم اللي بيتفرج عليا. اجيال كتير جت في تاريخ نادي الزمالك ما كانتش بتاخد فلوس. ابتدت الفلوس شويه مع نهايه التسعينات. لما كتبت التويته وانفردت انا وقلت ان في لعيبه بتسعى للتمرد، قال لك عبد الناصر بيدمر الفرقه. الكابتن التاريخي النادي الزمالك الكابتن خالد الغندور، تعالوا شوفوا بيعمل ايه، تعالوا شوفوا بيعمل ايه. بس قبل بس كان هي الليله دي باين عليها ليله طويله، خالد الغندور بيقضي ويدمر كل ما تبقى من الفرقه اهو. ده ما تعرفش ضد الاهلي ولا ضد الزمالك ولا بيكره الخطيب ولا بيكره حسن شحاته ولا بيحب مصطفى عبده ولا بيكره علي خليل، ما فيش، ما تعرفلوش حاجه اهو. يعني انا هسمعك جزء بس، هسمعك جزء بس، هسمعك جزء بس عشان تعرف اني ما قلنالكش ولا كلمه في حياتنا كذب، وانهم دول اللي بيضللوك. انا طبعا مش غاوي ان انا اجيب لك ولا اسمعه ولا اعمل له مشاهدات ولا اعمل له لازمه، ولكن بسمعك. ده وقت قبل الترجي، لو انا اللي عملت كده كانت عمل فيا ايه؟ في ايه؟ خالد بيهاجم ليه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه خير؟ اللهم اجعله خير. مفيش نوايا حسنه غير لو كان في حاجه اهو. انا لا اذيع من اجل ان تستمع الى خالد، لان لا يعنيني خالد ولا كلامه ليه قيمه معايا، مع كل الاحترام والتقدير ليه. لكن انا لا يعنيني، بس انا عايز اثبت لك النظريه بتاعت كيف التآمر على تشويه الناس، ويقول لك ده بيدمر الفرقه واحنا، وانا الكابتن التاريخي وانا اللي شلت وانا اللي دفعت وانا اللي عملت. اسمع يا بيه. وابتدى الموضوع يكون او ارجوك العب او لان اللعيب ده بياخد ملايين، تمام؟ واللعيب ده بسم الله ما شاء الله نادي الزمالك هو اللي نجمه، هو اللي عمل له قيمة. أي واحد فينا بيجتهد، وفي لعيبة بتجتهد في أندية أخرى، بس سعرها وقيمتها مش زي ما بتلعب في كيان كبير اسمه نادي الزمالك، تمام؟ فلو سمحتوا يا جمهور الزمالك، أنا مثلا باجي أتكلم على باتشيكو، فيقولوا لي لو سمحت ما تتكلمش على باتشيكو، لو سمحت افتحش بقك على باتشيكو وجروس و900 مرة والكلام دوت. اجي اتكلم على لاعب حد يقول لي لا ما ينفعش وما اعرفش، حتى اللعيبه بتزعل مني، يعني في لعيبه بتزعل مني. لكن انا دلوقتي وانا بقولها بمنتهى الصراحه، انا بعد كده يعني اما حصل من يومين او ثلاث ايام لعيبه تزعمت فكره ان انا مش نازله التمرين الا اما مسؤول يجي يقعد معايا يفهمني فلوسي فين وهتيجي امتى وما اعرفش ايه، واللعيبه اللي بتتزعم للاسف بيظهروا بصوره قدام الجمهور ان هم يعني بسم الله ما شاء الله الجميل جمال، اه مالوش مثال، يعني يعني جمهور بيطلعهم في اعلى سابع سما، تمام؟ وهو على وانا بقى وما بحبش انا فكره اللعب على مشاعر الجماهير. اللي بيحب نادي الزمالك وله انتماء ما يبقاش في الغرف المغلقه شيء، وعلى انستجرام وعلى السوشيال ميديا شيء تاني، ويبقى همه نمرة واحد جمهور الزمالك. لا، أنا بقى كخالد الغندور كابتن تاريخي نادي الزمالك وجبت بطولات كتيرة جدا والحمد لله كنت موهبة يعني من المواهب الكويسة في الكرة المصرية، يعني بقول لجمهور نادي الزمالك ما تدلعوش حد. احنا كده كده على مدار تاريخنا خدنا 12 دوري، تمام؟ عندنا قطاع ناشئين وشباب وعندنا لعيبة كويسة. اللي عايز يلعب في نادي الزمالك أهلا وسهلا، وراضي بالتعاقد اللي عمله ساعة ما جه ما كانش، كان لاعب عادي جدا وأقل من العادي، وابتدى يجتهد سنة ورا تانية تعيشك ملك. فما اللي مش عايز يركز، أنا تعادلنا النهاردة، التعادل بتاعنا النهاردة مع وادي دجلة ده تعادل عدم تركيز وأنانية من البعض و و و و و
لو عبد الناصر زيدان ولا أي بني آدم حارب من أجل الحق خلاص قال الكلمتين دول كانت عملية. ده احنا بنقعد ننتقد في الأهلي بالشهور والسنين، تلاقي الإدارة بتكلمك يقول لك كذا 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 كذا، فأنت تضطر أنك تصحح كان بيدوك معلومة. ما شفناش حد بيتأمر كده، ما شفناش حد بيتأمر كده بصراحة. توحشت أول رسالة دي، عايز أقولها له بالعباية والجلبية الصعيدي، ينعل أبو تجل دم اللي جابه أمك، تنت عيل مجرف يا راجل، تنت لو ما لقيتش حد تكرهه تكره نفسك يا راجل. ينعل أبو تجل دم أمك، إيه القرف ده؟ أنا عارف بتحمل نفسه إزاي ده؟ ده بلي الدلدول ده أقذر ما خلق الله، والله العظيم يا جماعة أقذر ما خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس أنا حبيت أكشف لكم أبعاد المؤامرة بس.